مظبوط. انت احكي لنا بقى كواليس دوري الابطال، احنا كنا بنجيبك على طول معانا في على الهواء من هناك من باريس على طول طلعنا، يعني الاجواء اللي هناك، وهل في جديد بالنسبه للتنظيم مثلا، ان انت شفت حاجات ما شفتهاش قبل كده، حاجات تنفعنا يعني هنا لو الناس بتاخد بيها يعني. هو انا يا كابتن يعني الماتش كان يوم 28/5، انا سافرت يوم 19، وكنت يعني ايه حريص على اني يعني ارصد التفاصيل يوم بيوم كده، واتابع يعني كل يوم حاجة جديدة. فطبعا هي فرنسا يعني زي ما يقولوا اخذت على غرة، لانها كان المباراة رايحة روسيا لكنها اسندت الى فرنسا واقيمت في استاد دي فرانس. طبعا المباراة كان لها كواليس كتير يا كابتن طارق، يعني عايز اقول لك انا كان حظي ان وانا رايح على المباراة راكب القطار كله مشجعي ليفربول، والله كله يعني مشجع ليفربول، هم يعني علشان مشاكل الجماهير فرنسا خصصت لهم زون كبير في منطقة اسمها ناسيو، فهم معسكرين بخيامهم يعني جايين بكثافة، عدد كبير جدا جدا يعني أضعاف جماهير ريال مدريد. والجميل في الموضوع إن هتافهم يعني مو صلاح، مو صلاح، يعني فعلا تشوف عظمة محمد صلاح، ده هو جزء من سيمفونية جماهير ليفربول. أنا عايز أقول لحضرتك أنا زرت السفارة المصرية في باريس والتقيت السفير علاء يوسف، وهو من الناس الجميلة جدا جدا، وعملت محور للأهرام. الجماهير وهي في الشارع اللي فيه السفارة المصرية تعمدت أن هي تمر من أمام السفارة المصرية وتهتف برضو إيجيبت ومحمد صلاح. والله والله ده انا يعني شفتها يعني شفتها لنا بيحبوه يعني هناك قوي على فكره. لا ده هو معبود الجماهير، وعلشان كده محمد صلاح اختار الصح انه يبقى في ليفربول، لان حب الجماهير يا كابتن ليه ثمن، يعني صعب ان محمد صلاح يلاقي هذا الحب من تاني.